ما هي أعراض الحمل بولد؟ هل هناك علامات تظهر على الحامل وتدل على أنها حامل بمولود ذكر؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فابقي معنا ولا تبخلي علينا بإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة إذا لم تشتركي بعد، وشكرا. يتم الحمل عندما يقوم الحيوان المنوي بتخصيب البويضة خلال فترة الإباضة، وعندما تحمل السيدة تبدأ التساؤلات حولها عن جنس الجنين، ويعتبر الشهر الأول هو الوقت الذي تعرف فيه معظم النساء بأنها حامل. وإذا كان طفلك صبياً فستبدأ أعضاؤه التناسلية في النمو بعد حوالي 9 أسابيع من حدوث الحمل، لكن جنس مولودك قد تشكل قبل ذلك بفترة طويلة، حيث يتم تحديده في لحظة الحمل بالضبط عندما يتم تحديد الحمض النووي الخاص به عن طريق اندماج البويضة والحيوانات المنوية. إليك الآن أهم علامات الحمل بمولود ذكر قبل الذهاب للطبيب. أول علامة وهي غثيان الصباح. تعتقد العديد من النساء أن الحمل بولد يجعل الأم لا تعاني من غثيان الصباح أو يقل لديها الغثيان، على عكس الحمل ببنت الذي يعني ارتفاعا في مستوى الهرمونات مما يشجع عملية الغثيان. لكن الحقيقة هي أن غثيان الصباح يختلف من حامل لأخرى، حيث وجد أن النساء اللواتي تعانين من غثيان الصباح بشكل كبير تكون فرص إنجابهن لإناث أكبر. ثاني علامة وهي الرغبة في تناول الأطعمة المالحة. تشعر غالبية الحوامل برغبة شديدة في تناول الأطعمة، خاصة مع نهاية الثلث الأول من الحمل، حيث تشتهي الحامل أنواعا محددة من الطعام، وهو ما نسميه بوحام الحمل، كاشتهاء الحلويات أو المأكولات المالحة أو الفواكه الموسمية. وتتنوع الأطعمة التي تشتهيها الحامل خلال فترة حملها بسبب التغيرات الهرمونية، بالإضافة إلى حاجة الجنين لبعض العناصر الغذائية. أما اشتهاء الحامل للأطعمة المالحة خلال الحمل فيدل على جنس الجنين بالدرجة الأولى، ففي حالة الحمل بولد تميل الأم إلى تناول الأطعمة المالحة والألبان والأجبان والأطعمة الحامضة، ولا يمكنها الاستغناء عنها طوال فترة الحمل. أما في حالة حملها ببنت فيمكنها أن تميل إلى تناول الأطعمة الحلوة والفواكه والسكريات. ثالث علامة وهي حدوث تغيرات مزاجية. أوضحت بعض التجارب أن الحمل بولد قد يؤثر بشكل كبير على شخصية الأم وحالتها المزاجية، ويرجع ذلك إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وذلك يؤدي إلى حدوث بعض التغيرات على شخصية الأم، فأحيانا تظهر عليها الجرأة على غير عادتها، أو أنها تميل إلى العصبية، أو تصبح ذات مزاج عدواني بعض الشيء. وتبقى الفحوصات الطبية التي يقوم بها الطبيب المختص الطريقة الأدق والأفضل لمعرفة جنس الجنين، والتي يمكن للمرأة القيام بها بعد إتمام الأسبوع العاشر من الحمل.